واحد من رجال الإطفاء في الإكوادور عمل طريقة جديدة، وابتكر طريقة يرفع بيها على الناس والسكان في ساعات الحظر المنزلي الكبيرة. مقطع الفيديو ده خاص برجل إطفاء بيستخدم مصعد السيارة، سيارة الإنقاذ الضخمة اللي بيشتغل عليها، وخلينا نتابع من الصورة هو بيعمل إيه علشان يخلي الناس تستمتع بوقتها في البيت. يعني هي كلها طبعا محاولات علشان الناس تقضي الوقت بشكل كويس وما تحسش بأي ملل، لأنه طبعا الوقت ده في صالحها في النهاية، وأي ملل ترميه ورا ظهرها، لأنه أي وقت حالي إحنا بنعيشه بكل تفاصيله هو في صالح الناس وصحتها وصحة أهل بيتها.